زرت الاكاديمي نتاعنا باش يعمل كيف عمل علمي متقن، العدد قاعد يتزايد ان شاء الله نجموا نكونوا عندنا امكانيه باش نكبروا باش نستوعبوا كل الطلبات اللي جايه لكاتيجوري كل موجودين، حتى اللاعبين اللي هما متوسطين ما نسيبوهمش نعطيهم فرصه اخرى، وعاملين لهم معناها حصص خاصه باللاعبين هذوما. المنطقه هذه خرجت العديد من اللاعبين اللي لعبوا في السينيور في السي اس اس، ما ثماش جيل ما فيش لاعبين اصلا من هنا من الحومه هذه، دونك احنا ندعموا هالتوجه هذايا ومش نكثروا هالتجربه هذه ومش نخلوها معناها تجربه ممكن القيام بها في العديد من الاماكن سواء في ولايه صفاقس ولا حتى خارج ولايه صفاقس، وكذلك في الاورجانيغرام ان شاء الله جديد اكاديميات هذه والعمل هذايا يصبح عنده مكانه خاصه ويصبح عنده علاقه مباشره مع الهيئه المديره تشرف عليه وتدعمه، لانه هذا هو المستقبل وهذا هو اللي لازمنا نخدموا عليه وهذا هو اللي خلينا نكونوا جيل من اللاعبين للنادي ولتونس، وفي نفس الوقت زاد كذلك يخلينا نقتصدوا في الأموال باش تولي تمشي في مصالح أخرى وفي قضايا أخرى تمشيش ربما دائما وأبدا في الانتدابات. أنا عبد الرحمن نترينا في طريق المطر، نحب نطلع كيما ميسي. عندي 3 سنين نترينا فيها أكاديمية المطر، أنا بوست متاعي جارديان، نحب نطلع كيما دحمة. ألعب طريق المطار ونحب برشا نلعب مع أصحابي. اسمي مالك رجب، نلعب في أكاديمية سي اس اس في المطار. أنا اسمي يوسف ونترين في سي اس اس طريق المطار، وإحنا ديما شيخين مع أصحابي ونلعبوا بالبي، وإن شاء الله كل واحد يطلع كوارجي. طقطق انترونور اكاديمي مواليد 2012 فرع المطار، فيها عناصر ممتازه معناتها فما حوالي 10 لاعبين نتاع نخبه ينشطوا مع بقيه اصحابهم في النخبه. فرع المطار معروف هو كفرع ينجب في لاعبين ممتازين برشا وصلوا من المطار، واحنا ديما نسعوا باش نخدموا ونسعوا باش نكونوا اولاد نلقاهم نهار اخر في الاكابر نتاع النادي. في نادي صفاقس نخدموا في عائله سواء من الاكاديميه حتى للفريق الاول السينيور، الباساج نتاع الصغيرات راه لازم يكون من الاكاديمي، الفونداسيون تكون من هنا، اذا تكون الاسس صحيحه من هنا راه نتمنى على صغيراتنا ونلقاو منتوج باش نجموا نمولوا به الفريق الاول، اذا كان الفورماسيون في نيفو الاكاديمي ناقصه راه احنا مش نتعبوا برشا، وهذا اللي راهن عليه بتضافر مجهود الاخوين الكل، حق الهيئه التسييريه رئيس النادي الاخوين الكل. عندنا بروجي دو ترافاي، يعني كل اكاديمي عندها برنامج فني خاص نتعاملوا به الناس الكل اللي تقاه تلقاها في أكاديمية أخرى. في الأكاديمية الكل عندنا 6 أكاديمية في صفاقس اللي هما الدومارس والمركب الرئيسي والمطار وقرمدة وساقيت الزيت وموفين كلوب والدومارس، حلينا في الصخيرة وفي المحرس وفي الأحزاق، هذا الكل باش نكبروا الماس نكبروا القاعدة متاع انتقاء المواهب ونعطيهم خدمة فنية بدنية ذهنية على جميع المستويات باش نجموا نلقاو وليداتها ينجوا ويعاونونا في الفريق الأول. بطاقة الاستيعاب احنا كنا نعانيو من نقص، يعني النومبر قاعد يتحسن، كان خدم قبلي سيموني رشلي قاموا بعمل جبار، حاولت ان نواصل المجهود هذايا والبروجي هذايا، زاد النومبر الحقيقة نتاع ربي زاد النومبر، الكاليتي دو ترافاي تحسنت، دونك زدنا النومبر ولينا عملنا دي بوست اخرين، هكاك نجم نتغلبوا على النومبر، ومرحبا بكل اللي يجينا احنا ما نطردوش، كل من هو يحب يحمل زي النادي وراية النادي مرحبا به. وعندنا بطبيعة الحال كلاسيفيكاسيون دي جوار، المتميزين هدف نتاعهم النخبة، المتوسطين هدف نتاعهم التكوين، والضعاف هدف نتاعهم هو الانتماء للنادي. عندنا بروجي اخر في 2009 و 2008 و 2011 اللي هما عداو عملوا ولا ما نجحوش ولا تعملوا، عملنا لهم كاتيجوري دو راتراباج يترينوا وفي وين ما يجي تيست يمشيو يعديو بالطريقه هذه ما نضيعوهمش ويقعدوا ديما عندهم امل باش يلتحقوا بصفوف النادي الرياضي الصفاقسي. أنا
ولية اللاعب محمد علي الزغل 2012. لا هي سنتر تحفون ياسر، يعطيهم الصحة المدربين والرئيس السنتر، فرحانة معناتها بالمردود والنتائج الموجودة، يعطيهم الصحة الوليدات. أنا ولي اللاعب دريرة، والله فما فورماسيون باهية الحق، لي زونتور إي سون دو كاليتي، نشوفوا فما تطور في الأداء نتاع الصغيرات دون سومان أي نوتر، وربي يعينهم وكهو. حاجه باهية اليوم رئيس النادي بارك الله فيه جاء للاكاديميه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي في ثنيه المطار، وهذا يشجع الصغيرات كما شفت الاجواء تحفونا، يعطي الصحه بارك الله فيه، وهذا كله دعم للصغيرات للنادي الرياضي الصفاقسي والشبان نتاع السياسه ان شاء الله.